إيه. ألفا. أنا جوالي خربان يا عيال. أنا جوالي خربان. أولي. أولي يا ساتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رايد، مقطع جديد. اليوم مقطعنا أمونجس، صارنا تقريبا شهر ما لعبناه، فاليوم بطور الشرطي والعبها ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة مصر. أنزل على أنزل المقطع هذا إن شاء الله، المقطع الجاي بصير شرطي قاتل وهذا أشاهد موضوع. لا تنسون اللايك والاشتراك فالزر التنبيه. الله يسعدكم يا رب ويجعلكم إيش تركضون للجنة كلنا مع بعض كده. نركض 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 يا رب كان طبيعي انا، يا رب انه ما يشك فيني، يحسب اني انا. الله اكبر جي من بلي ماس والله. لا ما ذبحت انا اللي بث يا ساتر. طيب يا رختر تفضل اخوي. ترى لقيت الجثه او شيء وانا مكنكم عند باب الالكتريك. يا رب انا بال... انا بال... انا داخل الالكتريك. دقيقه يا اخوان اسمعكم ايش سيريوس وتوفيق وينكم؟ انا عند الكهرب رحت، انا كنت في النافيجيشن سيتاس جوا اليمين. الجثه عند داونلود اللي في الكافيتيريا. طيب عادي قول شيء. قابلت سيريوس، قابلت توفيق. انا كنت تحت، انا كنت تحت الحمزة. قابلت توفيق وقابلت سيريوس عند الوقت. خلاص اسمع بعطيك صورة الماب عشان تعرف الاماكن. اسمع قبل شوي رختر غنى، هلا الاغنيه هذه بيسمعنا وبيشيل التوتر لانه هو مبوستر او انه غنى واثق انه هو مو مبوستر؟ ايش رايكم يا اخوان؟ يا رايد رايد عندك تدخل يا رايد. انا كنت فين؟ كنت في الادمن، كان مين عندي؟ كان عندي حمزه يسوي تاسك لاسلاك. لا تعال كمثيليا ما كنت في ابدا اي جثه. دخلت الويبنز اللي هو الاسلحه، نزلت تحت الاوتو وقابلت هو كان طالع من فوق، اتوقع انه قلت اسوي ريبورت. طيب يا دقيقه انا ما تعودت عليه، ما تعودت عليه ساكت، فالان انا خايف منه مره. دقيقه انا فكت ثانيتين. حلو رحت على اليمين لقيت رختر فوجي. اوكي هذا يدور، ما حبيت يلحقني يا عيال. تدخل يا اخوان حمزه بري شويتين. ها حمزه بري ضحكت القافص. تكفى هلا ناس استحضر اتهام مباشر ايه؟ على كلاوس. يس يس يا عمر يا رجال. ايش كم حنا سبعه بس والله النظاية مرة. مين؟ في واحد مات. طيب اللي راعي الكمات هو اللي مات. طيب من اللي ماسك الكمات؟ ما كان في احد الكمات. لا 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 يا عيال صدقوا مين؟ نفسي خويك خويك؟ ايه ها؟ لا على طول بعد يا صوت يا عرف اخوي ايوه من وين بيطلع الحين؟ تم مباشر كلاوس. ليش تم على اي شيء تم مباشر؟ اخسر لو انه ذكي يروح يدرع مع على كلاوس، خلي كلاوس يذبح هذاك على طول بيصوتون عليه. ما ادري ديكس القم 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 يما يما يا يما 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 سلام عليك سلام عليك. خلنا خلينا نبرر يا اخوان. الله يا ويلي. انا قلت لك كنت في الادمن، من ادمن تحت حركاتي من ادمن كافيتيريا، صرت نافيجيشن سويت تاسك، انا نزلت عند الستورج كوميونيكيشن، قابلت مين؟ قابلت كلاوس. زين شطفت روحت من عنده طلعت الستورج ادمن، دخلت الادمن لقيت مين ميت، لقيت منبه ميت. حلوين حلو. فالمره الثانيه اللي كان قريب من جثه مين؟ كلاوس.
ما اقول انه هو بس خلاص يعني اقول شيء انا كل اللي ثقه فيك توفيق بسم الله كلاوس كلاوس ودي حوش لا يا هو طب اقول شيء خلاص تمام ايش اسوي كمان تفضل فيلم هو والله وجهي حلو اذا هو بصفق بوقف انا بصفق لك على طول يا رب يا رحمن هو يا الله الله رختوري المرموري يلا 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 يا رختوري يلا يما مو مداني قلت بسم الله مستعجل. على طول ما شاء الله وين اماكنكم يا اخوان انا في الكافيتيريا كنت واقف في الكافيتيريا ما في كان ما في قاعد اشرح لهذا اول ما رحت يسار لقيت الجثه اوكي انا اللي بلغت ليتك ما صوت لا مو انت يا هذول سوا حاد قاعدين يذبحون بالتقسيط واحد واحد انا ضامن لكم اثنين لنهايه اللعبه هو فيصل ورايد الله يعطيك العافيه يا بالجرم المشهود الله مباشر على كلاوس الله اكبر كلاوس مسوي كلمه سيركل في البوستر ده قدامي دخل البنت قدامي قدامي اوكي كلاوس انا قاعد اشوف اليوم قاعد يلحق رايد دخل البنت قدامي قاعد يلحق رايد لو كنت ابغى رايد كنت تكتك لا ثواني يا اخوان انت بي اللي كان مع يا انا اشوف انه تيام مباشر خلاص انا شايف دخل البنت يا عيال وين توفيق شكلك خوي لا تشكك لي فيك قول لي تيام مباشر صور انا يا اخي انا عندي ملاحظه بضيفه حلوين من يوم بدينا الجيم مين كان اكثر واحد قاعد مع فيصل حمزه حرفيا هذه حمزه كهرب ومس فرت حمزه تبي تقلبها علي كلاوس الاول وتوفيق خوي الثاني يا تحريات عبد المحلي هدي فيه يلا صوت صوت توفيق اخلص الان فايت بين حمزة وتوفيق نشوف مين يفوز عليكم يا بارد الوجه يلاحقني من اليوم يمه يلاحقني لان اخوي يلاحقني لان اخوي ما يدرون ان اخوي يا الله انا لحالي ايش اسوي السلام عليكم وبركاته معكم شاري سبع رختر رايد انت ضامني صح؟ نعم 100% انا وكنا واحد تطوينك منه حمزاوي انا يا عيال ما في الا توفيق يا عيال هو الوحيد اللي كان ما صوت مستحيل 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 توفيق انت ركبت نفسك اللي كان شاطفي اللي كان معي منه حمزه صح؟ ايه اللي كان معي ايوه من الكافيتيريا الين الكاميرا انا بسوي اتهام مباشر على حمزه فعل سكيب سكيب واحنا اربعه لا نطلع واحد غلط طيب اسمع اقول لك ما طلع حمزه بس لسه لا تشكك فيك انت لو انت تبغى تطلع واحد مو انا ابوي حمزه ويبلع اطلع خلاص ما في فوز بسم الله يا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اني داري انا المسكين اللي اول واحد برد وجهك واحد منهم مختار ولا منبه مختار ولا منبه يا محقق كلن يا برد الوجه انا قاعد اسوي كلمه قدامك مختار ولا منبه على يوم ما شفت برو رايد برر رايد برر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيقة ريدكس انت وينك تحتك الجثة تحت الجثة طلعوا ريدكس إذا فيصل فيصل انتم منبا إذا انتم منبا يمين او بالنص من تم اقصى اليسار فطلعوا ريدكس على طول لا روق رايد رايد بشرح طيب ما بعد رايد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اللي مصوت ايوه ممتاز بسم الله أيوة. رايد ماسك لك انت كنت في الجهة اليمين صح نعم جيت من ورا وعكسني إيه؟ مين منبا يعني منبا إيه؟ هو اللي قتل وثم هرب قصيت قهر انا الشرطي يعترف يا اخوان اصبر قاعد افكر في العرض دقيقة والله انه خوي آه.
يا شرطي للشرطي يعترف في المستقبل مستحيل احد بيصوت على رختر. ابغى اتنفس والله اني كتمت انا يا عيال. ايه ستة حنا. طيب هذا طولها هذا طولها معنا مكالمة. هذا ايش طولها معنا عند الكامل لي سيري لي 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 لي. الو اياك الله ايش الماء سر الحياة لونه نفس الموية. الله أمجد بسم الله هو القاتل الخوار. عند الكاميرات والله طيب ما حد قتل ما حد مات عيال ما حد مات لكن خلاص أمجد صدقوني هو الجديد وخائف أنا أعرف القلب الخواف. لا 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 عشان اللعبة تصير أصعب يا عيال خلاص. يا مباشر فيصل ذبح قدامي شفت الدم يتخاشر زين يتخاشر يا رختر يا ملعون وشلون تكرب على خويك وين اقول احد صوت عليه اقسم بالله من اول عند الكاميرات ولا سوالي شيء يما يا النمس يا ساتر استر يا الله. طيب منبا اوكي ايوه انت الوحيد اللي ما شفتك انت الوحيد انا قاعد انا اسمع موجودين اسمع انا قاعد في اللقات انا في اللقات الكامات او في واحد ورايد اول ما طلع واحد بالشيل في واحد بالشيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا جريت منبا يا اخوان منبا انا الشرطي مو بنت. ليش تقول انا الشرطي؟ كيف انا الشرطي؟ انا الشرطي مو بنت. توفيق انا الشرطي ذابح توفيق ذابح ريدكس وانا اللي ذابح. يا صادق ترى صادق حاولت اجره بريتك الشرطي ممكن ذبح خويه وهو ذبح الشرطي. حبيبي انا شايف مين اللي شايف اللي ذبح قدامك؟ من هو؟ توفيق ذبح ريدك. ما تعرف تكذب والله انا جوالي خربان يا عيال انا جوالي خربان. اوه يا شاب. Should you choose to accept it?